مع بعض بتكون حد. يعني نقول المكان، اقول المجهود، اقول الفنانين، الاختيار، الكرياتر، التنظيم، الحدث، الوقت، كل هذه الامور مع بعض. ما في عنصر يفوق عنصر اخر، اي عنصر فيهم. يعني هذه دراسه كامله، انت حاطط مشروع، درست دراسه كامله، اندرس الوقت، اندرس الفنانين، اندرست المشاريع، اندرس المجهود، تكثيف المجهود كمان، كل هذه تآزروا مع بعض. ما نقدر نقول المكان، لا ما اقدر اقول الفنان، لا، كلها مع بعض. الحدث برمته من A to Z، من الالف للياء، كان يؤكد على نجاح، كان يؤكد على النجاح. فعمره ما ينجح شيء بعنصر واحد. تماما نفس فكرة سولوز، ما كان النجاح لشخص واحد ولا كان لفنان واحد، كان 12 فنان، والنجاح لكل اللي تكاتب في كل المبلغ. كان مفخرة لنا صراحة، مفخرة لجميع الفنانين، حيث حضر في المعرض اليوم الأول حدود 5000 شخص. 5000 شخص رقم كبير، أشخاص مختلفين من جميع طبقات المجتمع، منهم الأطفال، منهم الشباب، منهم الفنانين، منهم الدكاترة. وعن طريق صمت استطعت أن أتعلم منهم الكثير. The whole solos energy was very the energy was very nice at the opening. I mean, it was very it was not as crowded as it was on last year's event. Still had time to roam around, so it was nice, and I thought people were generally interested in what I felt as well. اللي تم في معرض سولوز هنا تم يعني شيء ممكن يجمعنا نخبة الفنانين الموجودين بمختلف أعمالهم، بمختلف أفكارهم، بحيث انهم يتواصلون مع الاشخاص ويتواصلون مع المجتمع. بالعكس هذا شيء يعني ممتاز جدا واجيد فيه جدا، لان فعلا نفتقر للشيء هذا المجتمع، نفتقر للجانب اللطيف، الجانب الحساس، الجانب اللي ممكن يلمس يعني فينا جوانب كثيره وممكن يفتحنا ويعطينا نظره شموليه اكثر في جوانب عديده، في سواء من ناحيه الحياه خلينا نقول الاجتماعيه، العمليه الى اخره. يعني هذه ممكن تعطينا ابعاد ورؤى مختلفه في 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 حياتنا بشكل عام. سولوز نجح نجاح كبير، 12 فنان في مكان واحد في زمن واحد، تجربة خاطرنا فيها نجحت بكل المقاييس. اليوم غطينا 5000 زائر، اليوم بنقول عملنا أهم مناسبة فنية حصلت في 2014. نفسها ما هي كثير يعني موجوده، انه انت تعمل معرض ويجعل الطلاب وشهدوه الى اخره، لكن كان الحاح طاقم الموجود.
موجود في أجنحة عربية على إن يدعو الناس ويدعوهم. وكمان كانت في حاجة حلوة إنه كانوا يدعو المديرة أو الأستاذ أو المعلم أو البروفيسور أو قبل ما يعلم إيش الطلاب تعال شوف لتشعر بهذه القيمة. أكدت على الحضور والحمد لله إحنا من اليوم التالت إحنا بنستقبل كل يوم من 3-4 مدارس من فوق 200 طالب بيجوا في اليوم بنمشي معاهم بناخذهم تور بنشرح لهم 12 معرض. طلاب الجامعات من طالبات الجامعات كمان بيجوا بيستفيدوا مرة كثير لأنه بنجلس معاهم بنتكلم معاهم بنتكلم في خامات وفي تقنية يعني بنراعي في كل مرحلة عمرية الأشياء اللي يحتاجوها. يعني أنا أقدر أوصفها باريس في بلاد العجائب. تمشي وكل شوية بتلقى حاجة جديدة وعالم فني آخر واحترمهم كلهم صراحة وقدرهم كل فنان له رأيه كبير صراحة. صراحة فكرة جدا ممتازة وتحدي كبير جدا 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 12 فنان في معرض واحد يعني تحدي جدا كبير. في شغلة كثير مهمة بجوز ما حدا انتبه لها، أنا استمتعت فيها بصراحة، إنه تحول مفهوم معرض فن تشكيلي لمجموعة من الفنانين لحالة عامة بمجتمع، بمجتمع ما بتتوقع إنه يعمل لك هذا الصدى، عمل صدى كثير حلو على الأقل بين الناس، وأنا شفته حتى بالمواقع الاجتماعية أو مع الناس، الناس عم تقول للناس ما دري بالإعلام، دري عن طريق أصدقاء وصار يجوا. أسهل للناس إنهم يحضروا مساحة فيها مجموعة معارض different themes إنهم يحضروا theme واحد ويحسوا نفسهم إنهم مجبورين عليه. فيمكن هذه فرصة إنه إحنا نبدأ نجرب نشتغل أكثر على فعالية فنية أكثر ما هي معارض. في النهاية المشروع تعبنا ما راح، أجنحة عربية لجاليري 12 فنان موقع صحافة إعلام حضور ثقافة فن جدا، كل هذه الأمور أدت إلى إنه مشروع سولوس يكون مشروع له قيمته الفنية لقيمته الأدبية لقيمته الثقافية، يضيف في تاريخ جدة وتاريخ السعودية نقطة إيجابية في عالم الفن والثقافة، نقطة نقدر أو سيرة ذاتية نقدر نعلنها أو نعرضها بكل قوة للعالم الآخر ونقول لهم إحنا عندنا فن